أهلا 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 بحضرتك. لازم بالمناسبة يعني لا نكتفي فقط بمسألة تهنئة المغرب وتشجيع المغرب وتمنياتنا ليهم قلبيا وبمنتهى الإخلاص، إنه يا سلام سلم لو جابوا البطولة كمان أبقى فرحان قوي، بس بجد مش هزار، هذه الحالة المغربية لازم تدرس وتدرس بمنتهى العناية. إزاي منتخب عربي قدر يوصل لهذه المرحلة التاريخية مع كل التمنيات والأمل الكبير في إن هم يوصلوا للتصفيات النهائية، ويا سلام لما ياخدوا البطولة. طبعا لازم هنا تحط أو تفتح قوسين كده تقعد تتكلم عنهم شوية على عقدة الخواجة التي أصابت العرب بسبب الاستعمار والإمبريالية، وده بجد ومش كلام في السياسة، ده كلام في الواقع. المستعمر الأبيض نجح للأسف الشديد على مدار عقود من استغلاله واحتلاله لأراضينا ونهب ثرواتنا بشرية كانت أو موارد طبيعية، في إنه يكرس جوانا مفهوم أن إحنا لا نستطيع، غير قادرين، مهما عملنا لازم نلجأ للخواجة، لازم نلجأ للأجنبي، لازم نذهب شمالا إلى الأوروبيين علشان ينقذونا من اللي احنا فيه، أو حتى نذهب غربا إلى الأمريكان برضو عشان ينقذونا من اللي احنا فيه، مع إنه عمليا أنت اللي سابق عليهم في الحضارة، وإنت اللي سابق في العلم، وإنت 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 وإنت. هتيجي تقولي هنقعد نتفخر بمجد السابقين، هقولك وليه ما نعملش مجد اللاحقين، الحاضرين واللاحقين ليه؟ يعني إيه اللي ناقصنا؟ مفيش أي حاجة ناقصانا على الإطلاق. أديك شفت المغرب زي كل الدول العربية، ظروفها زي كل ظروف الدول العربية برضو بالمناسبة، مجتمع عربي زي كل المجتمعات العربية. أنا دايما بأظن الآتي، وجود مدير فني مغربي هو مفتاح السر. الركراكي، وليد الركراكي، وجود مدير فني وطني. هنا بقى لو بتاخد الحالة وتحطها على كل العرب، وجود مدير فني وطني هو السر، هو المفتاح، هو الأساس. مسألة إنه بقى احنا مثلا معتمدين على لعيب أو اتنين أو تلاتة، فمثلا نقول إيه والله صلاح والنني وتريزيجي، يعني وبعد وبقية الفريق، هو بقية الفريق شطار نجوم، بس السؤال فين المدير الفني؟ أنا تاني هقولها بدل المرة ألف، مدير فني مصري 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 لحد السنة الجاية، لحد ما يجي مدير فني مصري هو السر. زي ما يبقى في مدير فني سعودي ومدير فني إماراتي ومدير فني مغربي وجزائري وتونسي وليبي وهكذا، ده جانب من احتفالات إخواتنا العرب بشكل كامل. خد بالك مش بس المغاربة بفوز المنتخب المغربي، دي حاجة بنت لذينة جدا. طب بص على حارس المرمى المغربي، هتيجي تقولي بس أصل هو محترف، أصل يا عمي هو اللي هو بونو اللي هو محترف، ده نموذج للحارس الأمين، حارس البوابة الذي لا تغمض له عين طول الماتش، قاعد مركز عينه على الكورة، عينه على رجلين اللعيبة رايحة وجاية، مين بيتحرك فين ازاي، هصد الكورة دي يعني هصدها حالة. يعني بونو ده حالة، ده بالظبط كده يستحق لقب الحارس الأمين. يبقى بين بونو المدير الفني النجم وليد الركراكي، وحط بقى اسم المنتخب كله، ما عنديش أي أزمة هرجعك، أما آن الأوان لدراسة أسباب نجاح وتفوق ما شاء الله وتاتش وود والله أكبر المنتخب المغربي بأنه يوصل لهذه المرحلة التاريخية في تاريخنا كمنتخبات عربية. محدش عارف يحقق هذا الإنجاز حتى هذه اللحظة. أنا عايزه يكمل معنا على التليفون نجم المنتخب المغربي السابق كابتن عزيز بوعبيد. أهلا بيك. أهلا وسهلا. ألف ألف مبروك. مبروك الجميع، الأمة العربية بهذا الإنجاز التاريخي، والأسود الأطلس فرحوا الشعب المغربي وفرحوا الأفارقه ومثلوا العرب أحسن تمثيل، وفي بلد عربي يعني كقطر اللي حقيقة أنا حتى استطعت أن أقضي فيها 6 سنوات في النادي العربي كمدير فني في الفئة الصغرى أقل من 19 سنة، بلد يستحق يعني التنويه للتنظيم العظيم والهائل بالمرتبات ديالو بالإنجازات ديالو، يعني بلد اللي ترفع حتى هو السمعة ديال العرب
رغم ان الدول الاوروبيه او امريكا اللاتينيه كلهم كانوا دائما كيوجهوا له انتقادات، ولكن الحمد لله استطاعوا ان يحققوا يعني اشياء كثيره لدوله قطر. طيب يعني كابتن عزيز، هسأل سؤال سريع في الأول وبعدين عايز أفهم السر وراء هذا التفوق في المنتخب المغربي. الأول، يريد كابتن عزيز أن يقابل المغاربة يقابلوا فرنسا ولا يقابلوا بريطانيا؟ بصراحة أنا نفضل نقابل إنجلترا. فرنسا يعني بطل العالم وعندهم يعني كيمتازوا بعناصر اللي عندهم واحد التكوين بصراحه، يعني هما مشهورين فيما يخص ناحيه ديال التكوين، بحيث لما تشوف ان جميع البطولات تلقى لاعبين فرنسيين يعني كيلعبوا في جميع البطولات في العالم، فهمتي؟ وعندهم واحد يعني انسجام اللي قدامهم كيلعبوا مع بعضهم. الفريق الانجليزي مع الاسف يعني المنتخب عنده واحد بطوله قويه، ولكن قويه يعني بالاجانب هما اللي كينشطوا اكثر. المنتخب ديالهم حتى هو عندهم جايز فريق، عندهم عناصر حتى هما شبان وجايين في الطريق، فهمتي؟ باستثناء هاري كين اللي عنده تجربه وباركر الظهير الايمن، فهمتي؟ الاغلبيه كلهم يعني ناقصين تجربه، فهمتي؟ الفرنسيين عندهم يعني عناصر اللي لعبت في اخر كاس العالم في روسيا 2018، بعض العناصر باقي مشاكل معهم، وكمان يعني معروفين بالجديه ديالهم. نتمنى الانجليز ليش حتى اللاعب الانجليزي يعني شويه يعني يناسبنا شويه بالكرات الطويله ديالهم، وهذا يمكن نسبه. اما اللعب القصير شويه كيخلق المشاكل للفرق المغربيه. طيب المنتخبات المغربيه. كابتن عزيز، في رايك مين افضل اللعيبه في مباراه اليوم؟ يعني مين الاكثر تالقا؟ وتنظل انا تابعت جميع المباريات وكما الاخوان تابعوا، ف اكيد المرابط يستاهل يكون احسن لاعب يعني في ثلاث مباريات او اربع المباريات اللي قام بها، بحيث رجل ارتكاز اللي كيسترجع جميع الكرات. والحارس بونو كذلك، رغم ان كنعرفوا ان الحارس بونو استطاع ان يحصل على مرتين جائزه ديال احسن لاعب واحسن حارس. فما شاء الله انا تنقول مرابط بصفتي كان وسط الميدان كيقوم بعمل جبار، ودائما كيغطي على اليمين على اليسار ما شاء الله القدام واليمين وعلى الوراء، فهو كان تنظن هو المفتاح تاع المباريات، وكان ناخب الوطني وليد البلادي كيعول عليه كثير استرجاع الكرات، فهمتي؟ وتيخلي كيمسك الوسط الميدان اللي هو امر الله ولا اناحي اللي كيمتازوا بتقنيات كثير يعني ممتازه، ولكن يسترجع الكره كيلقاو شويه صعوبات حيت في الانديه ديالهم كيلعبوا كلاعبين يعني كما كنقولوا لاعب 10، يعني كيلعب اكثريه في الهجوم، اكثريه ميول هجوميه. طيب كابتن عزيز، في رأيك إيه السبب وراء الوصول غير المسبوق أو هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في هذه البطولة؟ وشوف، هو تغيير العقلية حيت لما أنت تبص للتشكيلة تاع المغرب، غتشوف أن بونو كيلعب فين؟ سيدي نادي يعني متألق، كنت متألق في البطولة الأوروبية، فهمتي؟ وظهير ايمن عندنا حكيمي احسن ظهير في بي اس جي في باريس سان جيرمان، عندك نايف سايف اللي كيلعب في ويست هام، عندك نايف اكاد في ويست هام، عندك سايف اللي كيلعب في الدوري التركي بعد ما كان كيلعب في الدوري الانجليزي، عندك مزراوي كيلعب في بايرن ميونخ،
في الوسط الميدان مرابط اللي كيلعب في فيورنتينا، زياش في تشيلسي، وناحي هو بوفال في نادي أنجيل الفرنسي، النصيري في سيفي. اذا امال الله في بلجيكا في ستاندارد زياج، هذو كلهم فرق اوروبيه وهما حتى هما يعني لعبوا في انديه، تيلعبوا في انديه كبيره وتيشاركوا في بطولات اوروبيه. اذا بس تغيير عقليه، وكما مع المدير الفني دخل لهم ان لازم يثقوا في نفسهم. ما في فرق ما بين اوروبي او امريكي او عربي او افريقي، بس الاراده القويه، وراك شفتيهم كيلعبوا بحماس وبروح وبقلب واحد رغم الاصابات وكيحاولوا ما امكن يرضيوا الشعب المغربي اللي متعطش لهذه الانتصارات، ويفرحوا كمان الامه العربيه، يرفعوا الرايه ديال الوطن وديال العرب، باش ما يكونش هذاك الاحتكار ديال يعني الاوروبيين او الامريكيين. وكما شفتي يعني جميع المباريات اللي خداوها بجديه وبحماس، فهمتي، واستطاعوا ان يفوزوا، يتعادلوا في اول مباراه مع كرواسيا اللي هو كان وصيف البطل، راك عارف شتي المباريات ديالو، وقف حاليا نقص الفريق تاع البرازيلي، واستطاعوا يفوزوا على بلجيكا يعني ب 2-0، واستطاعوا كذلك على كندا اللي احسن فريق في القاره الامريكيه الشماليه، واستطاعوا يتجاوزوا اسبانيا احسن فريق اللي عنده عناصر راك عارف البطوله الاسبانيه. وحاليا البرتغال اللي كان بيني وبينك يعني كنت انا متخوف بحكم ان عندهم وسط ميدان اللي عندهم عناصر تقنيين يعني كيزيدوا كي المراوغات ديالهم وكيحاولوا ما امكن يمروا من العمق، فهمتي، ماشي بحال الاطفال اللي كيستحواذ على الكره ويقلبوا على الثغرات. البرتغاليين عندهم الوسط الميدان اللي كيمشي كيصعد يعني كيحاول ما امكن يخترق من الوسط على الاطراف، وبالتمريره ديالهم شكلوا بعض الخطورات. كان المباراه كانت صعبه بالحق يعني، ولكن بالاراده وبالعزيمه استطاعوا ان يحققوا الانتصار، وهنيئا لهم ومبروك لهم. الف مبروك، الف الف مبروك، الف مبروك ليك، الف مبروك ليك كابتن عزيز بوعبيد، الف مبروك لكل المغرب الحقيقه، الف مبروك لينا كلنا كعرب هذا الانجاز التاريخي الرائع، ونتمنى الحقيقه من قلوبنا انه يصلوا للنهائي ويكسبوا البطوله، فتبقى بقى ايه بطوله عربيه خالصه، المغرب تحصل على البطوله، البطوله تبقى معموله في قطر دوله عربيه، يبقى في عندنا اكتر من انجاز زي ما قبل كده المملكه العربيه السعوديه كسبت الارجنتين وبرضه كنا فرحانين جدا، قبل كده تونس كسبت فرنسا وبرضو كنا فرحانين جدا. يعني عمليا احنا بنتكلم على بطولة اكتر من رائعة بصراحة، واداءات برضو اكتر من رائعة للمنتخبات العربية. تعالى باخدك في حتة تانية، رونالدو عيط يا جماعة، انتم متصورين الراجل غالبا، انا مش بقولك بقى ده اكيد، غالبا مش في دماغه على الإطلاق لا هو ولا أي حد في الفرقة ولا مديرهم الفني ولا حد في العالم كان متصور إن المغرب هتفوز في هذا الماتش. مش هتقولك تفوز بهذه النتيجة، لأ تفوز، بس سيبك بقى من النتيجة. الراجل ده كان واقف بيعيط ده ليه صور كتير نزل على الأرض، يعني خلاص نزل على ركبه عياط. طب ازاي؟ مش متصور، مش متخيل. بص المغاربة يعني شهيصونا عموما كعرب، فرحونا، ويا رب يا رب يا رب ياخدوا البطولة السنة دي، هنبقى كلنا فرحانين. معانا على التليفون مطربتنا الرائعة صاحبة الصوت العذب الجميل الحلو الرائع جنات، ازيك؟ ازيك يا يوسف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ يا ستي اولا الف مبروك. الله يبارك فيك، والله فرحه كبيره قوي لكل العرب. والله النهارده المنتخب المغربي عمل انجاز تاريخي.
صحيح يعني غير مسبوق يعني. فالواحد مش عارف، هو طبعا المنتخب قوي من زمان وكانوا يستاهلوا الحقيقه، يستاهل. بس ما مش كناش متخيلين التألق الكبير ده والثقه اللي عندهم والدفاع القوي والحماس لا حاجه حقيقه تفرح. الحمد لله واحنا فخورين بيهم الحمد لله. كلنا فخورين بالمنتخب المغربي مش بس المغاربه يعني. أيوة طبعاً، مش انتوا وخلاص كده، لا احنا كمان فرحانين قوي. انت مش متخيله، اصل دي حاجه يا جنات بتكسر عقده الخواجه اللي عندنا انه لازم بالزبط. البطولات ياخدها الاجانب واحنا ملناش نصيب ولا ايه؟ اي بالظبط، وانا برضو كنت بقول من زمان الكلام ده، ليه احنا واخدين الموضوع انه مستحيل وبعيد قوي؟ لا طلع انه قريب قوي، بس الواحد يبقى عنده ثقه بنفسه. صحيح صحيح. طيب قولي لي بقى، بعيدا عن الكرة والفوز اللي بنتمنى يا رب تاخدوا البطولة يا جنات وتبقى إن بقى شاء ايه الله يا حدث تخيل. لطيف، هتنورينا امتى في البرنامج؟ هاجي لكم بعد، لو كسبوا الكاس انا هاجي لكم. هم كده كده خلاص المغرب كسبت بصرف النظر خدت البطولة ولا لا، انتوا حققتوا خلاص الانجاز التاريخي. خلاص فاحنا لينا خلاص عندك كده كده هاجي لكم، خلاص حدد الميعاد وانا اجي لكم. يا سلام، ده احنا نتشرف، هنتصل بيكي وهنتفق على ميعاد ونيجي ونقعد نتكلم ونغني وحاجات زي كده. وتاني مره اقول لك الف الف مليون مبروك، ووصلي صوتنا لكل الاصدقاء والاهل في المغرب ارجوك. ميرسي جدا. ربنا هو يخليك. وصل طبعا يعني، والتفاعل بتاع العرب كله واضح يعني، فاحنا رائع. بقينا يعني صوت واحد وشعب واحد وايد واحده وواقفين في ظهر المغرب كل الدول العربية الحقيقة، حاجة تفرح يعني. طب هسألك سؤال، انت ليكي في الكورة قوي ولا زي خالص حياتي؟ خالص، بس مالكيش فيها شكلي قوي. هيبقى ليا في الكورة لازم. جامد جدا، انا حبيتها بصراحة. اصل انت لو كنت قلتي ليا في الكورة قوي كنت اقول لك طب حللي لي الماتش يا جنات لا عشان على نفسي فكرة افهم. احلله لك عادي طيب ايه رأيك، ايه يعني ايه السر ورا هذا التألق في المنتخب المغربي السنة دي؟ ايه السر، ايه الثقة، ما المفتاح؟ بيخافوش اللعيبه وطبعا المدرب عظيم يعني. بص ثابت ازاي وعنده ثقه ازاي وازاي بيوجه وازاي يعني ما تحسش انهم بيرتبكوا خالص في الملعب، ولا لما بتجيلهم الكوره بيعرفوا ازاي يتصرفوا مش بيتخضوا. لا اللعيبه الحقيقه مستوى يعني الجيل اللي موجود حاليا مستوى عالي جدا جدا، مواصفات عالميه. عالميين ما شاء الله عليهم، ربنا آه يحفظهم يا رب يوفقهم اكتر واكتر، يا رب وان شاء يا رب الله ياخدوا البطوله، ساعتها يبقى كل العرب فرحانين اكتر من كده كمان 100 مره باذن الله. يا رب يا رب. اشكرك ان شاء الله وان شاء الله قريبا نلتقي، تنورينا. خلاص ماشي، الف الف شكر ليكي، كل الشكر لمطربتنا ونجمتنا الكبيره جنات. خلوني بقى نرجع نروح بقى للدوحة وزميلنا صديقنا العزيز ناقدنا الرياضي أحمد عبد الباسط. إزيك يا أبو حميد؟ يا أستاذ يوسف حضرتك عامل إيه؟ بيك. إيه الأخبار؟ كل الترحيب. كنا متفائلين المغرب تكسب أهو. الحمد لله والشكر لله، ربنا يعني إيه كلل دعوانا بمنتهى النجاح واستجاب ليها. احكي لي على الدنيا عندكم عاملة إزاي دلوقتي بعد فوز المغرب؟ والله الدنيا من بعد ما خرجنا من الاستاد والمغاربه برضو الانتشار في شوارع الدوحه هو المسيطر على كل حاجه، امهات اللعيبه اصبحوا ابطال شعبيين هنا يعني، الناس بتقابلهم بتحتفل بيهم بيرفعوهم على الاعناق، فالموضوع مش على قد مباراه الكره فقط، اصبحوا ناس يعني ملهمين للجمهور نفسه يعني، الناس بتشوفهم هم قاعدين في انهي مدرج بيروحوا لهم المكان اللي هم فيه بيفضلوا معاهم بيلفوا ويطوفوا بيهم الشوارع هنا في الدوحه بعد المباراه. طبعا ما فيش صوت غير صوت المغرب، لان الموضوع ما كانش متوقع عشان نكون واقعيين يعني، المنتخب المغربي لا قدر الله ما وصلش المباراه النهائيه فهو من افضل اربع منتخبات على مستوى العالم. فالموضوع الناس هنا ما كانتش مصدقاه انه ازاي نوصل المنتخب المغربي بالطريقه دي، لا فالفرحه هنا انا مش قادر اوصفها لك، لانه مهما اوصفها لحضرتك فهي فرحه بتعبر عن التلاحم العربي الكبير بين كل المنتخبات، وخصوصا الشعب المغربي تتزايد مباراه بعد مباراه هنا في كاس العالم. ولكن في النهايه يتبقى ان المونديال دلوقتي بيتكلم مغربي يعني، ما فيش حاجه غير ان المونديال بيتكلم مغربي عربي فقط. المونديال بيتكلم عربي فعلا. مونديال، ما مين كان يتوقع انه يعني كنا نقول انا معاك انه المنتخب بالظبط انه المنتخب المغربي يوصل وهيلعب سيمي فاينل سواء ما بفرنسا او انجلترا وفاضل على الحلو تكه ويوصل النهائي، فلا ده كان ما كانش في حد يتوقع ده نهائيا. طب تعال عند الحته دي بقى، انت تتوقع انه يقابل فرنسا ولا يقابل بريطانيا؟ ده كده التوقع، وتفضل ايه؟ انجلترا انا اسف، وتفضل ايه؟
التوقع اتوقع انه ممكن يقابل انجلترا، لان انجلترا فريق قوي ومنظم، وعارف ان هو ممكن يحسم المباراه دي لصالحه. لكن اتمنى ان هو يقابل فرنسا. فرنسا لعده اسباب، معظم اللعيبه في المنتخب نفسهم نجم باريس سان جيرمان اشرف حكيمي، نمره واحد. نمره اثنين انه المعطيات بتاعه مباراه فرنسا وتونس، وان تونس كسبت فرنسا هتدي دفعه قويه للمنتخب المغربي. صح. وكمان بالنسبه لنا هيبقى يعني تفاؤل بعد مواجهه تونس دي. فبالنسبه لي ارى ان المنتخب الفرنسي بالرغم من كل صعوبته، ولكن هو في خبرات المنتخب المغربي وخصوصا اشرف حكيمي اللي بيلعب في فرنسا، وسفيان مرابط قائد خط وسط الملعب، فوجودهم في فرنسا واللعب في الدوري الفرنسي والاحتكاك بمعظم لعيبه فرنسا ده يدي افضليه شويه. لكن المنتخب الانجليزي هو منتخب برضه قوي في كل خطوطه، منتخب بيمتلك ذخيره لعيبه حيه، ما عندوش اي نقطه ضعف في اي خط من خطوطه، وقدر يتسحب ويوصل لهذه المرحله من غير ما حد يحس بيه. نفس الوضع بالنسبه للمنتخب الكرواتي يعني. طيب انا ما سمعتش قبل كده ان رونالدو عيط، واستغربت جدا انه بكى بل وانتحب في الماتش بتاع النهارده، ليه؟ بص، الموضوع انه هذا هو النزال الاخير لكريستيانو رونالدو في كاس العالم. فكان يرغب، وفي الناحيه الثانيه انه دائما الصراع الكروي في اخر 16 17 سنه بيدور بين كريستيانو وميسي. فدايما انه خلاص ده النزال الاخير ليهم الاثنين في هذه المره، انه يخرج وبهذه الطريقه ومنتخب كان تصنيفه قبل البطوله تصنيف ثالث، ويدخل ويعافر ويزاحم الكبار ويوصل، فطبيعي دموع، لانه رونالدو مش عايزين نقول ان الدنيا او الكره جت عليه شويه، لانه رونالدو ليس افضل حال في اخر موسم او موسمين في كره القدم مع مانشستر، ليس افضل حال مع المنتخب، بيقعد احتياطي في مشاكل بينه وبين المدير الفني. فلما هو بيبكي بالدموع هو بكاء انه واحد خلاص انا مش هرجع هنا تاني، دي اخر لحظات كنت اتمنى ان انا حتى على الاقل اوصل المباراه قبل النهائي، ولكن ده اصطدم بامل وطموحات المغرب اللي قضت على ده. وهذه الدموع بالرغم ان احنا بنحب كريستيانو رونالدو، ولكن بنحب المغرب اكتر يعني. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك جدا 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 يا احمد، كل الشكر لزميلنا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي من قطر. بصوا بقى، دي الفرقه المغربي اللي تستاهل مليون سلام وتحيه بصراحه، حاجه تفرح وتشرف، حاجة تدعو للفخر. وبنتمنى لهم بالمناسبة كل التوفيق في الماتش اللي جاي، يا رب على رأي أحمد عبد الباسط يلعبوا مع المنتخب الفرنسي، يا رب يوصلوا البطولة. وكده كده في كل الأحوال هو البطولة السنة دي بتتكلم عربي. تعال ناخدها واحدة واحدة. المنظم عربي، المنتخب اللي خلى ميسي يحط إيده على دماغه منتخب عربي، إخواتنا السعوديين. المنتخب اللي خلى رونالدو يعيط المنتخب عربي المغاربة. المنتخب اللي هز الشباك بتاعة فرنسا عربي، اخواننا التوانسة. البطولة بتتكلم عربي بامتياز. وبالمناسبة ده مش كلامنا علشان احنا عرب وعندنا شوفينية عربية وعاوزين اطلاقا، هو العالم كله دلوقتي قاعد عمال بيتكلم على السر ورا التقدم بتاع المنتخبات العربية عن كل البطولات السابقة. ازاي هم عرفوا يعملوا كده؟ ازاي يوصل انه السعودية تلعب مع واحد من اقوى منتخبات العالم رقم 3 على العالم زي الارجنتين وتضحضحوا؟ ازاي؟ يبقى في جهد اتعمل، مفيش خلاف، الامور ما بتجيش بالحظ. ازاي التوانسه يغلبوا الفرنساويين؟ جهد، ما هوش حظ. ازاي المغاربه يحققوا هذا الفوز التاريخي؟ جهد، مفيش حظ. ازاي القطريين نفذوا هذا التنظيم الرائع؟ جهد، برضه مفيش حظ. عمليا الامور كلها بتيجي بالجهد وبالعلم وبتضافر القوه. امل حياتي، امل حياتي، قوة عربية اقتصادية مشتركة، السوق العربية المشتركة. لما بتفرج على وقائع القمة الصينية العربية واللي أقيمت في الرياض امبارح، بقيت قاعد عمال بقول إيه، والنبي يا رب يكملوا كده على خير. هتيجي تقول لي أصل دلوقتي العرب وده من ضمن الأخطاء الشائعة لدينا في العرب. لسه حتى كنت بتكلم مع زمايلي، الاستعمار عودك على أزمة وكارثة كبرى، ان انت طول الوقت عاوز تفضل ماسك في جيل ديل الجلبية بتاعت حد ويقودك. فالاستعمار علمك وكرس جواك الاحساس ده،
ان انت لازم تمسك في ديل جلابيته، تمسك في اطراف الاثواب. ليه؟ ليه؟ علشان ايه؟ يعني ايه اللي ناقصك؟ زي ما انا كنت بتكلم قبل كده، موارد طبيعيه، انت من المناطق الاغنى على مستوى العالم بمواردها الطبيعيه. موارد بشريه، انت من المناطق الاغنى على مستوى العالم بمواردها البشري. ده مش بس كده، ده انت كمان عندك فوائد رأسمالية قبل للاستثمار طول الوقت. زمان كانوا الأجانب برضو بيقنعونا إن الاستثمار بره هو الأفضل والأأمن والأعظم. التجربة بتقول إنه لو حب يتضايق من أو لما يتضايق منك لإجراء وطني عظيم أنت بتعمله لصالح الأمة العربية بشكل عام، أول حاجة يعملها يجمد أصول ويجمد ممتلكات وينهب استثمارات ويهددك ويخوفك ويشيع الفوضى داخل حدودك ويشجع ميليشيات ويمول فصائل. ده اللي بيعملوه الأجانب. العرب عمليا مش كده. تاني خلينا نكمل في الحتة دي عشان دي مهمة. ده بتكلم بجد. لا، هو العالم العربي مش بيتجه للصين، والعالم العربي مش بيتجه لروسيا، والعالم العربي مش بيتجه لأوروبا، والعالم العربي مش بيتجه لأمريكا. العالم العربي باللي احنا بنشوفه خلال الكام سنة القليلين اللي فاتوا هو مش بيتجه لحد. مبدئيا العالم هو اللي أصبح بيتجه للعرب. هو أنت فاكر الناس جاية على الرياض ليه؟ عشان هم محتاجينك، محتاجين العرب. ده واحد. هو انت فاكر الناس اللي بتيجي من الشمال على يعني الناس اللي كانت بتعمل معانا اتفاقات واحنا في شرم الشيخ ليه؟ تفضلا؟ تكرما؟ لا يا حبيبي، ده احتياج. طيب لما تيجي تشوف انت عندك مثلا القمة العربية في الصين، فهنا بيحضر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال، ايضا هو صاحب الكلمة الاولى. ايضا انظر للصورة، وانا اطلب من زمايلي يبصوا للصورة بتاعت رؤساء الدول وزعماء الدول في الصورة التذكارية الرسمية. انظر للصورة هتجد انه صاحب السمو الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، يتوسط الصورة باعتباره رئيس لهذه القمة والدولة المضيف. ادي كده صورة المملكة العربية السعودية. في النص هتجد انه على طول جنبه الدولة التي نستضيفها، الشريك الكبير، اهلا وسهلا الصين، فتجد الرئيس الصيني، ثم تجد الرئيس المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بص للصورة تغنيك عن الف كلمة. ده واحد. اتنين، الصينيين جايين ليه؟ الصينيين عندهم فوائد رأس مالية، تراكم رأس مالي، عاوز يستثمروا هنا. انت عارف يعني ايه يستثمروا هنا؟ تعالى بقى هاخدها لك واحدة واحدة. هو التبادل والتعامل التجاري مثلا ما بين مصر والصين حصل في ايه؟ هو قايم بس على الاتجاه الواحد، يعني الصين تصدر لمصر بضائع، احنا مجرد مستوردين؟ لا، احنا حجم صادراتنا للصين زايد 85%. صادرات للصين زودناها 85. طب انا عندي ميزان تجاري ما بيني وما بين الصين تخطى ال20 مليار دولار. ده أنا بتكلم على مصر. طيب على المنطقة العربية ميزاني التجاري ما بيني وما بين الصين قد إيه؟ إحنا بقى كعرب، إحنا هنا بنتكلم على قمة عربية صينية، صح؟ قمة اقتصادية مهمة جدا. أنت بتتكلم على دولة من أكبر الدول التي تصنع في العالم، دولة حجم اقتصادها 18 تريليون، دولة ترتبها في الأحجام الاقتصادية نمرة 2، وأنا بقول لك عمليا هي نمرة 1، بس مش دي المسألة دلوقتي. المنافسة ما بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، عندنا حجم تعاملات ميزان تجاري 330 مليار كل سنة، طبعا بالدولار. ليه أنا بقول ده؟ احنا كده كده هنروح لبعد الفاصل، حتى كان يونس بيقول لي هنناقش ده بعد الفاصل. أنا ليه بقول لك الكلام ده؟ أنا بقول لك الكلام ده علشان تبقى أنت فاهم أهمية القمة دي إلى أي مدى. هل ده معنى اتجهنا صينيا، اتجهنا روسيا، أمريكا؟ مبدئيا العرب ما بقوش كده، وده فتح عظيم بالمناسبة. طيب مصر ما بقتش كده بقالها 8 سنين. مصر خلال الثمان سنين لم تعد الدولة التي تتبع على الإطلاق، ومش مشغولة بأنها تتبع، لكن بالتأكيد أصبحت تجربة ملهمة لدول عربية ولدول إفريقية ولدول أخرى من اقتصاديات الأسواق الناشئة، أو اللي كان بيسميها العالم بعد الحرب العالمية الثانية العالم الثالث. أصبحت تجربة أكثر إلهاما.
ده بجد مش هزار، وهم اللي بيكتبوا كده مش احنا. وهعمل لك الهوم ورك ده وهجيبه لك، اقول لك العالم كتب ايه على الالهام في التجربه المصرية، كيف يلهم من التجربة المصرية اقتصاديا وتنمويا وسياسيا وعسكريا وأمنيا وما إلى ذلك. مصر لم تعد دولة تابعة لا شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، مصر أصبحت تجربة حقيقية يستلهمها الآخرين. بص الصورة بالمناسبة حتى وأنا بكلمك، أدي الصورة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، أهو جنبيه على طول الرئيس الصيني، جنبيهم على طول الرئيس المصري. طب مين أول كلمة؟ كلمة مصر. طب هو الصين محتاجة مصر في حاجة؟ طبعا الصين محتاجة مصر في حاجات كتير، منها أنه تتعمل استثمارات مشتركة مصرية صينية على الأراضي المصرية بعمالة وبخبرات مصرية أولا صينيا بعد الشرط. يعني عمليا ايه؟ يعني شغل واستثمارات وبيوت بتتفتح وتبادل العلوم وتبادل تكنولوجيات، التكنولوجيا يحصل فيها تبادل، التصنيع يتم على الاراضي المصريه، الميزان التجاري ما بين البلدين يكبر، التعاون الاقتصادي والاستثماري وهو الاهم من الميزان التجاري يبدا ما بين البلدين يكبر. كلمه انه يكبر دي ده معناها انه اجمالي الدخل بتاع البلد بيزيد، يبقى ترتيبك في الاقتصاد بيزيد لان معناها دخل اقتصاد بيبقى أكبر، كل ما بتخلق استثمارات كل ما بتزود فرص عمل، كل ما تزود فرص عمل يعني الناس يبقى فيه في جيوبها فلوس أكتر تقدر تتخطى أي صعوبة اقتصادية. خلينا بس فاهمين اللي كان بيحصل في الرياض امبارح، وخلينا اللي هيبقى حاصل إن شاء الله في واشنطن في القمة الإفريقية الأمريكية، لازم برضو تبقى شايف ده وهنا تفهم يعني ايه او كيفية ادارة الدول. ادارة الدولة لم تعد بمفاهيم كلاسيكية، المرحلة الخمسينية والستينية بنت مرحلتها، بنت تجربتها، فكرة الانحيازات او حتى دول عدم الانحياز فيما بعد، لكن فكرة انت تبع الروس ولا تبع الامريكا، انت موسكو ولا واشنطن، انت سوفييت ولا مش الكلام ده خلص. العالم الان لا يبحث عن تحالفات، العالم الان ينسج شراكات. الصين شراكة تجارة وفلوس والذي منه شراكة. إدارة الدول في القرن الواحد وعشرين اختلفت عن خمسينيات وستينيات القرن العشرين بالكلية. مصر من 2014 حتى هذه اللحظة، ودي بقى جزء من فلسفات الجمهورية الجديدة واللي يمكن عايز أحمل على عاتقي أن أنا أحاول قدر الإمكان أوضحها لك وأفسرها لك. جزء من فلسفات الجمهورية الجديدة أنه لا انحياز، ده واحد. اتنين، لا للتبعية. تلاتة، نعم للنمو والرخاء الاقتصادي. أهلا بالشراكات، أهلا بالصداقات. ما فيش حاجة اسمها التحالفات المطلقة بالمناسبة، يعني حتى في أضيق الأطر في دايما تباينات في وجهات نظر متعلقة أحيانا كتير بتبقى بالسياسة، لكن اللي هتغلبه لعبه ده اقتصاد، ده مستقبل شعوب، دي أفواه مفتوحة، بطون جائعة تريد أن تأكل وتشرب، أجساد تريد أن تكتسي، ناس عايزة تتعلم، جامعات لازم تتبني، مراكز أبحاث، صناعة، تكنولوجيا. العالم يحركه الاقتصاد مش السياسة. السياسة دايما هي التابع، السياسة بتتحرك على حسب الاقتصاد بيعمل إيه. الجيوش بتشن الحروب على حسب المصلحة فين. أقول لك فاصل ونرجع نكمل الكلام. مروكو حضراتكم مرة تانية. احنا
احنا قلنا عايزين نكمل كلام على مسألة القمة العربية الصينية الأولى واللي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعايزين مهم جدا ان احنا نعمل تحليل لنص إعلان الرياض. انا بحب دايما المصطلح ده، إعلان الرياض، إعلان القاهرة، يعني ده مهم بالنسبة لي جدا. هقول لك ليه. ليه؟ لأنه إحنا عندنا مجموعة من المكاسب شديدة الأهمية كوطن عربي بشكل عام وكمصر بشكل أكثر خصوصية. معنا على التليفون دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بك يا دكتور. تحياتي أستاذ يوسف لحضرتك والسادة المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير ربنا. كنا عايزين نتكلم على إعلان الرياض في القمة العربية الصينية أو القمة الصينية العربية، كل على حسب ما يريد أن يسمي. وأهمية هذه القمة بالنسبة للاقتصاد العربي ككل، وأهمية ده بالنسبة للاقتصاد المصري على وجه الخصوص. نعم. طب بعد التحية أبدأ بالجزء الأخير من سؤال حضرتك، أهمية القمة عربيا ثم مصريا ثم البيان الختامي أو إعلان الرياض كما أشرت لحضرتك. متفقين. ما يتعلق منه بأهمية القمة بالنسبة للعالم العربي، حضرتك كما تعلم أن الصين أحد الشركاء الاستراتيجيين في العالم العربي بما لها من ثقل اقتصادي وأيضا ثقل سياسي. حجم التبادل التجاري أستاذ يوسف بين العالم العربي مجتمع والصين 600 مليار دولار، الرقم رقم كبير جدا. بين الدول العشر الموجودة بالأمس في الاجتماع أو في القمة وبين الصين 300 مليار دولار، طبعا استثمارات هائلة جدا ما بين الجانب العربي والجانب الصيني. ما يتعلق منه أيضا بيكون الصين تدخل إلى العالم العربي من بوابة الشراكة الاستراتيجية، وده شيء هام جدا، بمعنى أننا في فترة من الفترات السابقة كنا نعتمد على شريك استراتيجي واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك تعدد للحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة العربية، إذن الصين تأتي للعالم العربي جديد والعالم العربي يتوجه إلى الصين من خلال رؤية استراتيجية تكاملية. ما يتعلق بالجانب المصري، وحضرتك أشرت للجانب المصري باعتباره جانب هام جدا، لأن مصر هو الصين شراكة استراتيجية بالمعنى المتكامل. يعني أول قنصلية دشنت في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا كانت في الإسكندرية من قبل الصين لو سنة 35. لو حضرتك عكست الرقم 53 تجد أن أول بعثة دبلوماسية أتت أو سفارة دبلوماسية فتحت واعترفت مصر بالصين الشعبية. وبالتالي بعد عام 2014 أستاذ يوسف تجد زيارات المتبادلة ما بين القيادات السياسية سواء في مصر أو الصين كبيرة جدا. 2014 2015 18 19 22 الرئيس السيسي كان في الصين طبعا لزيارات عديدة. وأعتقد طبعا أن 2018 تحديدا كان هناك المنتدى الصيني الأفريقي، وطبعا ده كان من خلال بوابة القاهرة، وده كان شيء أهم جدا لأن مصر أصبحت الرابط ما بين العالم الأفريقي كما يقال أو القارة الأفريقية والصين. ولا ننسى مبادرة الحزام والطريق، مبادرة صينية طبعا تمر عبر قناة السويس إلى داخل أفريقيا. إذن مصر هي حلقة ربط مهمة جدا ما بين الجانب الأسيوي والجانب العربي ثم الجانب الأفريقي. ما يتعلق منه طبعا بحجم التبادل التجاري، يعني يمكن الأرقام أستاذ يوسف تتحدث ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، لكن هي 20 هي 20 مليار دولار في آخر إحصائية صدرت من وزارة المالية المصرية. وطبعا 20 مليار دولار أعتقد أنه حجم أيضا كبير. ما يتعلق منه بتبادل تجاري بين الجانبين، هناك حوالي 300 مليون دولار استثمارات في منطقة قناة السويس. طبعا الصين ترمي إلى مسألة أن تدشن 180 مشروع في قلب هذه المنطقة قناة السويس. بالتالي فأنا أعتقد أن الشريك الصيني هو شريك استراتيجي بالمعنى المتكامل سواء سياسيا أو اقتصاديا. ولا ننسى أثناء أزمة كوفيد 19 أن مصر كانت ترسل القوافل الطبية للصين للأشقاء في الصين باعتبار أنها نوع من الشراكة الاستراتيجية. أنتقل أستاذ يوسف لو حضرتك تسمح لي لإعلان الرياض أو الإعلان الختامي للقمة في الرياض. طبعا هذا الإعلان كان إعلان هام جدا، تناول أولا خطوط عريضة بمعنى أنه تأكيد السلم والأمن في المنطقة والترحيب بالديمقراطية واختيار الشعوب. وأعتقد أن هذا المبدأ الأول يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة. لو استعرضت مبدأ الأمم المتحدة الأول إقرار السلم والأمن الدولي، هو ما جاء في البيان الرياض أو إعلان الرياض. ثم بعد ذلك تأكيد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأم، وده مكسب أستاذ يوسف للعالم العربي، بمعنى أن الصين عندما تدخل كشريك في المفاوضات وكشريك أيضا أو وسيط
لو صح التعبير في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أعتقد أنه شيء هام جدا، لأن الصين لها علاقات متميزة مع كل الجوانب، وبالتالي فيها تستطيع من خلال علاقاتها التجارية والاقتصادية الضغط على الأطراف المختلفة من أجل استمرار أو استئناف المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. مسألة أيضا القضايا العربية وسلمية القضايا العربية وسلمية الحل، وكان هذا في إعلان الرياض أيضا ما يتعلق منه بأزمة الليبية والأزمة السورية والأزمة اليمنية، وضرورة البحث عن حل ورؤية الصين للحل السلمي أو تجديد الصين على مسألة دعم العلاقات العربية فيما يتعلق بالحل السلمي. ثم بعد ذلك مسألة تأكيد أن الصين واحدة أو الصين واحدة، بعيدا عن مسألة تقسيم الصين ما بين الصين وبين تايوان. إذن هي مكاسب سياسية للجانبين، الجانب العربي استفاد من الشريك الصيني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى، وكذلك الصين اكتسبت نوع من الإعلان الرسمي للجانب العربي باعتبار أن الصين واحدة. ما يتعلق منه أيضا بمسألة الشراكة الاستراتيجية على الجانب الاقتصادي، يعني تم تدشين أكثر من 30 اتفاقية تجارية خلال أمس وأول أمس. ما يتعلق منه أيضا بضخ استثمارات كبيرة داخل المنطقة العربية، أيضا تأكيد مسألة مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير التي دشنته الصين، كلها أمور هامة جدا وتوحي بأن الصين تريد فتح أسواق جديدة مع العالم العربي، تدشين شراكة استراتيجية جديدة مع العالم العربي تعتمد على كل النواحي، ليس فقط الناحية التجارية أو الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الصين كان ينظر إليها في يوم الأيام باعتبارها تاجر كبير. اليوم الصين هي شريك استراتيجي سياسيا وأيضا اقتصاديا وأيضا أمنيا وعسكريا، هناك اتفاقات عسكرية دشنت مع بعض الدول العربية والصين. إذن الصين عادت من جديد إلى العالم العربي، عادت كشريك استراتيجي إضافة إلى الشركاء الآخرين، مما يعطي زخم في العلاقات ما بين الجانب الصيني والدول العربية، إضافة طبعا إلى اكتساب نوع من المودة الصينية العربية حتى عبر الثقافة القديمة التي كانت تربطنا بالصين، خاصة الجانب المصري باعتبار أن مصر والصين تمتلك حضارات ضاربة في جذور التاريخ كما تعلم سيد الفاضل. نعم. طب دكتور محمد، هاخد الأول ما هو اقتصادي وبعدين هروح على ما هو سياسي. نية الصين لتدشين 180 مشروع في جمهورية مصر العربية أو داخل جمهورية مصر العربية، وأغلبهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ده تأثيره قد إيه على الاقتصاد المصري؟ تأثيره قد إيه على فرص العمل؟ طبعا مئات الالاف من فرص العمل، يعني لما عندما نتحدث عن 180 مشروع يعني او 180 مصنع كبير او ما شابه، وبالتالي فطبعا مئات الالاف من فرص العمل اضافه الى عيد عامله ودخل قومي لمصر، اضافه الى استثمارات كبيره، لان طبعا هذه المشروعات ستحتاج الى بنى تحتيه، ستحتاج الى عماله، ستحتاج ايضا الى نوع من التكنولوجيا. ولا ننسى يا استاذ يوسف مساله توطين الصناعه، بمعنى ان كان قديما بعض يعتمد على الصين فيما يتعلق بالتبادل التجاري المباشر، بمعنى ان نقل الالات التكنولوجيا او معدات جاهزه الصنع او خالصه الصنع الى الدوله، لكن هذه الايام طبعا الرؤيه المصريه لديها استراتيجيه جديده تعتمد على توطين الصناعه، بمعنى ننقل التكنولوجيا من الصين من خلال انشاء المصنع الموجود في الصين، ننقله الى مصر او منطقه الاقتصاديه في قناه السويس، ثم يتم البناء عليه من خلال طبعا ايادي عامله مصريه، من خلال استثمارات ما بين الجانبين الجانب المصري والجانب الصيني، وبالتالي يخلق العديد من الفرص العمل، إضافة إلى كون المنتج النهائي يصنع بأيادي مصرية. ونعتقد أن هذا شيء هام جدا لم يكن متاح من قبل، كان من قبل يتم الاستيراد مباشرة للمواد الخالصة الصنع أو ما يتعلق منها بالمنتهية الصنع، لكن اليوم هي شراكة استراتيجية. وأعتقد أن الجانب الاقتصادي أيضا أن هناك أكثر من مشروع، يعني لا يمكن النظر إلى مسألة القناة السويس فقط، هناك أيضا في العالمين الجديدة هناك مشروعات، هناك في العاصمة الإدارية هناك مشروعات، ونعتقد أن الجانب الصيني أيضا يريد استثمار العديد من المجالات في مجال الطاقة النظيفة كما يقال. حضرتك كما تعلم أن المؤتمر الخاص بشرم الشيخ، المؤتمر البيئة للمناخ، طبعا دشن لمسألة هامة جدا وهي مسألة التفاعل في الطاقة النظيفة، وحضرتك كما تعلم أن معظم الطاقة حاليا تريدها الصين من العالم العربي من الجانب في الجانب الاقتصادي. فأنا أعتقد أن نوع من الشراكة في المعنى الاقتصادي المتكامل ما بين مصر وبين الصين، وفي القلب منه طبعا العالم العربي باعتبار أن العالم العربي مصدر جيد للطاقة
إلى الصين، إضافة طبعا إلى أن العالم العربي هو يستطيع جذب رؤوس الأموال من الصين لضخها في العالم العربي باستثمارات ما بين الجانبين وتحقيق مصالح مشتركة سواء للجانب الصيني أو الجانب العربي طبعا، وفي القلب منه الجانب المصري بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. بصوا ازيكم الاول، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكونوا كلكم بخير. في شخص اول ما يتقال اسمه، يعني مش بتكلم على شخص بحد ذاته، لكن دايما كده في حد يقول لك ايه، او ما تقول لك ايه ده محترم. انا في رايي دايما انه هذا التوصيف عندما يذكر اسم ما دي احلى حاجه ممكن تحصل في الدنيا، ده محترم. في ناس كده في حياتها ده محترم، يعني مثلا دكتور مجدي يعقوب، فلما تيجي سيادته غير انه هو جراح عظيم فعلى طول ده راجل محترم. في فنان وشهادتي فعلا مش مجروحة لان انا فعلا بحبه من قلبي، ده واحد. اتنين اقدر فنه جدا جدا الى ابعد الحدود. تلاتة ما شفتش حد الا واول ما تقول ماجد الكدواني يقولك محترم. 55 سنة عقبال 155 سنة ماجد الكدواني منورنا يا حبيبي يا يوسف. أنا متشكر جدا جدا على المقدمة الراقية والعظيمة دي، وده أكثر من حقي بكتير خالص. وانت حطيتني جنب أسماء يعني شرف عظيم يعني، بس ده كتير عليا قوي والله يعني. أولا يعني إحنا كلنا فعلا، أنا ما شفت حد واتقال قدامه اسمك أيا كان الحد ده، صغير كبير فنان مثقف طالب في المدرسة، تقول ماجد الكدواني يقولك ده فنان محترم. وأنا أشوف أنه دي بتبقى حاجة حلوة، فده يمكن أقل من حقك بكتير. فخليني أهنيك مرة تانية، أقولك كل سنة وانت طيب بجد عقبال 155 سنة، تسري حياتنا احتراما وفنا عظيما وأداء رائعا. أولا أنا بشكرك جدا، ثانيا عايز أقولك البركة في ربنا. الحمد لله. يعني ليس إنسانا كاملا على الأرض، كلنا ضعفات وكلنا أخطاء، لكن لولا ستر ربنا علينا يعني انه بيستر سمعتنا. وبس الواحد بيسعى دايما على راي الجمله اللي بحبها، الواحد فينا بيتشعبط في رضا ربنا. اه والله ده بجد عندك حق 100%، منتهى الشعبطه. منتهى مالناش غيرها صدقني. اه والله العظيم، هو احنا من غير ما نعمل الشعبطه دي هنعرف نكمل حاجه في حياتنا اطلاقا؟ ده حقيقي. اطلاقا ده حقيقي. ده احنا كلنا على ايد ربنا. وعلشان يعني برضو ابقى بدي للكل حقه، الجمله دي كنت بحبها قوي من المؤلف الجميل واللي بحبه احمد عبد الله، كان فيلم الفرح تقريبا احمد عبد الله، الواحده فينا بتتشعبط في رضا ربنا. طب انا عندي سؤال، وانا دايما بحتار في الحكايه دي، وانا يعني دايما اقول انه في عدد قليل جدا من الفنانين في العالم مش بس في مصر اللي بيعرفوا يجسدوا اي دور اي دور. يعني انا اتفرج على انتوني هوبكنز في اي دور الاقيه مبدع مذهل مخيف يعني مش ممكن. وزمان كنت اتفرج على الاستاذ محمود مرسي، وبعدين لما اجي اشوف ماجد الكدواني فلاقي انه ماجد الكدواني وهو شرير مطلق، طيب مطلق، حكيم مطلق، دمه خفيف مطلق. فيلم وقفة رجالة فكرني أنا بصحابي في المدرسة نسخة تبقى الأصل، فيلم مطلق إزاي؟ الحمد لله. خدنا بص أنا أقول لك على حاجة ببساطة شديد، أنا أولا بحبك وبحب الحوار معاك. وأنا أحبك أكتر والله. قلبك مفتوح وصافي. هو الموضوع ببساطة إنه الإنسان بيعمل اللي عليه للآخر، وما نقدرش نقول اللي يريده ربنا يكون غير لما نكون احنا عاملين اللي علينا للآخر خالص. ربنا بقى بعد كده ممكن يعني ما بيضيعش تعب حد طبعا، بينفخ بقى في صورة الحاجة. فعايز اقول لك النهاية انه البركة في ربنا، احنا نفضل نعمل اللي علينا ونجتهد ونكون امناء في شغلنا ونكون امناء في اختيارنا للرسائل اللي عايزين نقدمها، وفي النهاية ربنا هو الحقيقة اللي بيكمل هذا المجهود. لأنه طبعا غير طبعا أن المهنة أصلا وأنا دايما أقول الجملة دي من زمان، أن اللعبة دي جماعية مش فردية، فبرضو رزق كبير من عند ربنا أنه يدبر للإنسان
ناس كتيرة أمناء حواليه في الشغلانة، أو أني أشتغل مع ناس أمناء في شغلهم مجتهدين، ده برضو رزق عظيم من ربنا يعني. طبعا. فهو الواحد بس بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا، لكن لازم إحنا نكون عاملين اللي علينا للآخر علشان نقدر نقول اللي يريده ربنا يكون. لأنه أحيانا كتير بنقول بقى ربنا يكملها وخلاص، لكن إحنا مش عاملين اللي علينا. يا عذاب هذه اللحظة بقى لما الإنسان يبتدي يلوم نفسه أو يحس في لحظة من اللحظات إن هو قصر، فدي اللي بتبقى من اللحظات الصعبة. لكن الإنسان بينتظر أي نتائج وبيكون راضي بأي نتائج طالما عمل اللي عليه للآخر، وربنا بيكمل فعلا يعني. ده حقيقي. يمكن وصححني برضو، يعني أنا كتير أقعد أقول كده حتى لما أجي أتكلم مع أولادي إنه اللي صنعوا تاريخ الفن والسينما والحركة المسرحية المصرية هم اللي كانوا بيعملوا كده بمنتهى الإخلاص للفن، مش منتظرين الشهرة ولا منتظرين الفلوس. ده حقيقي جدا، حقيقي جدا، ومش بصحح لك ولا حاجة، أنت كلامك مظبوط 100%، وبشكرك إنك بتعلم ولادك هذا المادة، لأن ده مادة عظيم جدا. وعلى فكرة يعني أنا أحب أكمل على كلامك، جريد إنه كل يوم الأيام بتثبت لنا والأحداث بتثبت لنا إن الإنسان هو من يظلم نفسه بنفسه، ولكن الله إله عادل جدا. ربنا صح. ما بيظلمش حد، لكن الإنسان هو اللي بيظلم نفسه بنفسه، إذا قصر، إذا ما عملش اللي عليه للآخر، إذا تهاون في أداء واجبه، هو اللي بيكون ظلم نفسه. إذا أخطأ التفكير أو أخطأ الاختيار، يبقى هو اللي ظلم نفسه بنفسه، لكن ربنا ما بيظلمش حد أبدا، بالعكس ربنا بيلم ورانا كمان. يوه كتير، اسألني يا ما اه والله. طب أنا عندي سؤال، أنا من الناس برضو اللي مقتنعة بأنه الكوميديا هي واحدة من أصعب الأشكال الفنية، بس حقيقي. في نفس الوقت بنلاقي انه ممكن يبقى الفنان بقدر روعة أدائه الكوميدي بيظل، مش عايز اسميها حبيس، ولكن بيظل في هذا الإطار. وماجد الكدواني في معلومية الغالبية من المشاهدين والمتلقين يبدأ ككوميديان، لكن ما حطش نفسه في الإطار ده، عمل كل حاجة. جت ازاي؟ جت بالصدفة ولا جت لانه ماجد عاوز كده؟ لا طبعا، هو يعني ربنا ما عندوش صدف، يعني ما فيش حاجة اسمها صدفة في الدنيا. أنا ربنا إله مرتب جدا، ولكن هي زي ما بقولك اختيارات الإنسان. أنا هقول لك جات إزاي. زمان الأستاذ جمال عبد الحميد الله يمسيه بالخير لما آمن بيا ووثق فيا ورشحني في أعمال مهمة، من أول مشهد في أرابيسك إلى 3 مشاهد في فيزينيا، ثم مسلسل جسر الخطر، وهذا المخرج العظيم يعني ربنا حطه في حياتي سبب عظيم لأنه يبقى سبب خير كبير. يعني قال لي جملة زمان عظيمة جدا، قال لي بص يا ماجد، الممثل لازم يمثل أي حاجة لأن مكتوب في بطاقته ممثل، المهنة ممثل، إذن الممثل الصح هو يمثل أي حاجة. نيجي لمنطقة الكوميديا، الكوميديا شعرة بتفرق يا يوسف ما بين الكوميديا والهزار. صح. يعني بيصعب عليا فكرة الإنسان اللي يفهم إن الكوميديا هي هزار، أو إن يضحكك بالعافية، أو زغزغك، أو داعب مشاعرك بشكل يعني مستفز شوية. فالكوميديا ما هي إلا تصديق برضه، زيها زي التراجيديا. الدراما تنقسم إلى تراجيديا وكوميديا. الكوميديا بيتم التعامل معاها زي التعامل مع التراجيديا تماما، التصديق والإحساس ومصداقية الإحساس والأحداث النابعة من المواقف الدرامية. ولذلك الكوميديا هي فن صعب جدا، لأنه عضلة الضحك هي نفس عضلة البكاء عند الإنسان. على فكرة الإنسان بيعيط ويضحك من عضلة واحدة. الممثل ما عليه غير إنه يصدق، التمثيل هو تصديق. الكوميديا ما هيش هزار ولا تأسية على الفاضي ولا صح. افتعال مواقف ضاحكة ومضحكة بالعافية، لا، هي زيها زي أي نوع من أنواع التمثيل. لازم يبقى فيه دراما مكتوبة مظبوط، لازم يبقى فيه مواقف حقيقية، لازم يبقى فيه تصديق. هي الفكرة كده يعني. الكوميديا أي نعم طبعا، وأحيانا تكون أصعب من التراجيديا، لأنه من السهل جدا أن الإنسان يتأثر، لكن من أصعب ما يكون أن الإنسان يتحكي ليها كيمياء.
ماجد الكدواني واحد من القليلين جدا اللي هم بيتم توصيفهم السوبر ستارز القادرين ان هم يعملوا اي حاجه، اللي مستعد طول الوقت يشارك في افلام مستقله وافلام لمخرج جديد لسه متخرج من المعهد طازه الى اخره. ليه؟ هكون صريح معاك، انا جربت التجارب دي لكن مش حابب اني اكررها كتير. ليه؟ لاني اكتشفت ان الخبره مهمه. انا لما جربتها لاني كنت عايز اجرب كل حاجه. حلو. انا احب اجرب كل حاجه بنفسي علشان اكون مقتنع بالقرار اللي هوصل له. فمن القرارات اللي وصلت لها انه الخبرات الحياتيه مهمه جدا في هذه المهنه، وكلنا بنكمل بعض زي ما كنت بقول من شويه ان اللعبه لعبه جماعيه. مظبوط. وكلنا بنكمل بعض، فلازم يكون كل المحيطين بيك في اللوكيشن محترفين ويملكوا ما يكفيهم من الخبرات الحياتيه. لكن انا لا اتورع في اني اجرب تجارب جديده، ما عنديش فكره الستار والسوبر ستار خالص، انا ممثل. من حقي لما اتفاعل باي دور وحابب اعمله ولكن في ظروف مناسبه، ويبقى كل اللي حواليا على قدر من المسؤوليه ان هم هيقدروا ينفذوا العمل ده بقدر كبير من الاحترافيه. فهي دي المعادله الصعبه شويه، انه نجرب تجارب جديده ولكن بالحد الادنى من الخبرات الحياتيه والخبرات الاحترافيه. في مهن كتير، انا بطول عليك انا عارف، بس انا نفسي نقعد يعني على قد ما اقدر بصراحه، يعني بقتنس بتشعبط من الاخر. ناس كتير في مهن مختلفه وهو بيبدا المهنه اللي بيحبها بيبقى شايف قدامه نموذج انا عايز اوصل لكده، او انه يا بختنا بوجود فلان، فتلاقي مثلا جراحين القلب عاوزين يبقوا مثلا دكتور مجدي يعقوب، مش عارف صحفيين عاوزين يبقوا الاستاذ هيكل وهكذا. ماجد الكدواني لما بدا كان حاطط في دماغه، هنا دي برضو جدليه الفنان بقى، حاطط في دماغه حد ولا حاطط في دماغه فكره؟ للامانه كنت حاطط في دماغي فكره. حلو. ومن اهم الافكار اللي كانت مأثره فيا ودي اللي بذلت مجهود علشان امشي عليها واقتنع بيها، انه فكره الصبر، ان مفيش حاجه بتيجي بسرعه. يعني الموضوع عايز احتمال، عايز صبر، عايز اختيارات. مش عيب انك تقعد كتير وتحبط وتحس انك فقدت الامل، لكن هنا يجي مربط الفرس بقى. لازم يبقى فيه تسليم، لازم يبقى فيه اتكال، لازم يبقى فيه ايمان كامل ومطلق بانه طول ما انا بعمل اللي عليا ربنا هيجيب لي الحاجه الكويسه في الوقت والميعاد بتاعها. ففكره الاستعجال، لانه احيانا في ناس تحط قصادها هدف ونموذج يبقى عايز يوصل له بسرعه بدون ما يكتسب خبرات. اللي قاعد بيعد الثواني والدقايق والايام بيحس ان الطريق طويل، لكن اللي سايب نفسه لخبرات الحياه وللتعلم وللاحباطات والتجارب الدنيا هتمشي وهيحقق اللي هو عايزه، وهيكتشف انه ممكن يوصل للنموذج اللي كان حاطه قدامه، ولكن كله باوانه، كله بالراحه. الاستعجال من اخطر ما يكون يا يوسف في اي مهنه من مهن الدنيا كلها. محدش يحط قدامه نموذج ويجري له، لان الطريق هياخد وقته وهياخد وقته. انا معروف انه من مصر للاسكندريه 3 ساعات ونص، 250 كيلو. ما ينفعش اجي اقول لك انا ممكن من مصر للاسكندريه يبقى 150 كيلو، هي 250. ولو جريت اكثر مما يجب، يعني اللي هيجري بسرعة أكتر مما يجب، وارد إنه يعمل مشكلة؟ هيتعب، هيعمل حادثة. هيعمل حادثة، صح صح. طب آخر سؤال عشان مش عايز أطول عليك، وأنا مقدر إنه أكيد في 5000 قناة بتتهافت دلوقتي عشان الاتصال بيك. كتير جدا من ولاد وبنات في المدارس وفي الجامعة مشغولين بمسألة الفن ومسألة التمثيل، خوفي الرئيسي دايما إن هم يبقوا مشغولين بالبريق، مشغولين بالشهرة، مشغولين بالنجومية والفلوس، ده خوفي الرئيسي، عشان لما بشوفهم على تيك توك ببقى قاعد مرعوب بصراحة. طبعا
طبعا. تقول لهم ايه؟ حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، البريق. التمثيل مش بريق. وايه الهدف؟ هو لازم نبقى عارفين ايه الهدف من المهنة. ما هو كل مهنة وليها هدف وكلنا بنكمل بعض. لكن طول ما في هذا البريق الخادع والخداع من هذه المهنة، للأسف دي ممكن تؤدي إلى كوارث. لأن التمثيل ما هوش مهنة علشان الناس تشاور علينا في الشارع، ولا علشان لما نخش أي مكان تبقى الناس عارفانا. ده مش هدف، ده مش هدف. لأنه التمثيل هو رسالة مقدسة جدا، وأنا دايما أحب أقول الكلمة دي. أنت ربنا بيحملنا مسؤولية بشر كتير جدا في رقبتنا، هنتحاسب عليهم في يوم من الأيام. في يوم من الأيام، يوم ما أقف قدام ربنا لوحدي، هيسألني لوحدي عملت إيه باللي أنا اديتهولك؟ هل وصلت ناس ولا لبست ديهم في حيطة؟ هل ضريتهم؟ هل نقلت رسائل محترمة ولا نقلت رسائل غير محترمة؟ أنت أثرت في الناس إزاي؟ أنا اديتك ملكة التأثير في الناس زيك يا يوسف بالظبط. لا العفو خالص. أنت كم واحد بيشوفك دلوقتي؟ ملايين الملايين بتشوفك يا يوسف. يعني كل كلمة خارجة من بقك محسوب عليك. صح. وكل حركة من إيدك وكل نظرة من عينيك محسوب عليك. أنت بتوصل رسائل للناس، لملايين من البشر بيشوفوك في نفس اللحظة. مسؤولية رهيبة جدا. فما ينفعش تيجي تقول لي إنه أنت اشتغلتها علشان الناس تشاور عليك. ده مش هدف. ولا ما اشتغلتها عشان الناس تشاور علي. مش ده هدف. مش ده هدفي ولا ده هدف المهنة أصلا. فياريت ياريت أحب يعني رسالة بالبلدي كده وبمحبة شديدة لكل الناس اللي خادعهم بريق التمثيل، لا اعرفوا إن دي رسالة. ومش أي حد بيقف قدام كاميرا ولا يصور نفسه بموبايل ولا إنه يقول جملة ولا جملتين ولا يعمل مقطع ويفتكر إنه ملايين الناس هتشوفه فهو كده بقى حاجة كبيرة. لا خالص. المهم هتقدم إيه، مش مهم إنك تطلع وتظهر وخلاص. فأنا بشكرك على السؤال العظيم ده خالص العفو، لأنه أحب فعلا إن أنا أشترك معاك وأضم صوتي لصوتك وننوه إلى إنه مش اي حد يطلع في كاميرا موبايل حتى يفتكر انه يعني خلاص الهدف العظيم ان الناس تعرفك ولا تشاور. لا لا خالص. المهنه مقدسه وليها رساله عظيمه وربنا هيحاسبنا عليها، ولازم الناس تبقى عارفه قيمه هذه المسؤوليه. مش كل ما يقدم ولا كل كلمه تتقال قصاد كاميرا او قصاد مايك تبقى محسوبه. لا خالص. إذا كان السؤال جيد فإنه الإجابة أكثر عظمة وأجمل وأعمق وأروع بمراحل، عشان هي جاية من فنان كبير مهم قوي 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 حقيقي. كل سنة وانت طيب يا ماجد، عقبال 100 مليون سنة. انت طيب يا حبيبي والله من قلبي. يعني دايما على خير ودائما ألتقي على خير، وبشكرك لأنه دايما كل ما بتحاور معاك يعني ده انا يا بختي يا بختي، لحد ما بختي يبتسم اكتر وتنورنا في الاستوديو في مره من المرات لما وقتك يسمح. اسمك يا رب ان شاء الله كله بأوانه، كله بأوانه باذن الله. بعد العيد، بعد العيد اليومين دول صيام، بعد العيد ان شاء الله كله بأوانه. كل سنه وانت طيب. انا اللي بشكرك وانت طيب يا حبيبي، ومرسين ذوقك ومحبتك وربنا يحميك ويديك ان انت دايما تقدم حاجات عظيمه. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. شهاده دي بجد يعني اعتز بيها، ده رجل ينحنى له. زي راجل الحقيقة ينحنى له وبقوة، رحمة الله عليه، الدكتور صلاح فضل. الدكتور صلاح فضل، الاسم الكبير، القيمة العظيمة، العمق الأصيل. دكتور صلاح فضل مش بس كرئيس لمجمع اللغة العربية، دكتور صلاح فضل كناقد كبير ومهم وعظيم، وله من اسمه الحقيقة نصيب كبير جدا. فتفضل علينا الدكتور صلاح فضل بمؤلفات ومقالات حدث ولا حرج. حظي الجيد في يوم من الأيام إن أنا قابلت الدكتور صلاح فضل في حوار تلفزيوني أجريته معاه على واحد من مؤلفاته من أكتر من 22 سنة تقريبا، من 22 سنة 23 سنة على شاشة الفضائية المصرية، وكانت حلقة أعدها زميلي العزيز شريف سعيد الذي صار فيما بعد ذلك مخرجا كبيرا، وكان وقتها مخرجنا ولازال صديقي العزيز أيضا وائل طاهر، برنامج كتاب الأسبوع.
تفهم امتى اذا كان الضيف اتبسط من الحلقة انه لما بتعدي شوية وتحتاج انك تذهب ايضا لمقابلته مرة اخرى وللحوار معاه مرة اخرى فيستجيب. فاستجاب لنا الحقيقة الدكتور صلاح فضل 3 مرات، فانبسطنا احنا الـ3، انا ووائل طاهر وشريف سعيد، جدا حسينا ان احنا ملكنا الدنيا. دكتور صلاح فضل يسمح لنا بمقابلته اكتر من مرة. دكتور صلاح فضل كان كمان نموذج لرجل شديد التفتح على المحاورة ولا يحتكر الحقيقة أبدا. خليني أخذ معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ سيد محمود. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزيك يا أستاذ سيد، إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. يمكن أحب دايما أن احنا نتكلم في مناسبات تكون أكثر بهجة، لكن ونحن نتحدث عن الدكتور صلاح فضل رحمة الله عليه كان حريا بنا أن احنا عايزين نرجع لك، عايزين نسمع. أشكرك جدا للثقة دي، وأنه الدكتور صلاح فضل يعني كان أستاذ وصديق عزيز جدا وجمعتنا مناسبات مختلفة. يعني أنا كنت بقول إنه إحنا فقدنا اسم ضخم جدا، مش بس لأنه رئيس لمجمع اللغة العربية، ولكن لإسهامه في اللغة، إسهامه في النقد، إسهامه بشكل عام في الثقافة المصرية والعربية. اللي حضرتك بتقوله صحيح، لأنه الدكتور صلاح فضل بيتسم بسمة من النادر إنها تكون موجودة لدى نقادنا. يعني أهم هذه السمات إنه كان على معرفة واسعة جدا بالتراث الأدبي العربي والثقافة العربية في تاريخها المختلف بحكم دراسته، لأنه بدأ في الدراسة في الأزهر ثم تعمق في هذه الدراسة في كلية دار العلوم، وتم تعيينه معيد في الكلية، وثم حصلت له النقلة الأساسية بأنه ثقافته اكتسبت بعد عالمي، لأنه درس في إسبانيا سنوات الماجستير والدكتوراه، وده سمح له بانه منفتح على علوم وثقافات متعدده، وسمح له في نفس الوقت انه يتجاوز الافكار المحافظه التي يمكن ان تكون في التراث، فهو في هذا الجانب شبيه الى حد كبير بطه حسين. وكان استاذه الاساسي دكتور محمد غنيم هلال لفت نظره الى اهميه انه يكون على معرفه واسعه جدا بلغات متعدده، وانه يعمل في النقد في مع فريق وليس من خلال صوت فرد، وبالتالي ده بيخليه أكثر استجابة لفكرة التنوع والآراء المتعددة، وإنه يتجاوز الاستبداد اللي ممكن يكون موجود مع صوت النقد الواحد. دكتور صلاح فضل عاش في أسبانيا فترات طويلة ما بين الدراسة وما بين كان متولي مسؤولية المستشار الثقافي المصري وإدارة المعهد المصري في مدريد اللي كان صلاح فضل تاني، وهذا المعهد صلاح فضل من خلاله اشتغل في مجالات كتير جدا، يمكن اهمها تحقيق تراث الفلسفه لابن رشد. ثم جاءت عودته الى مصر وقدم كتاب كان ليه تاثير واسع جدا، هو النظريه البنائيه في النقد الادبي. والكتاب ده عن البنيويه اللي كانت موضه في السبعينات والثمانينات، وكان واسع التاثير جدا في هذا الجانب. وكمان تقدم من خلال مجلة كبيرة وكانت مهمة، هي مجلة فصول اللي أسسها الشاعر الكبير صلاح فضل والناقد الكبير عز الدين إسماعيل، وكان ضمن جيل كبير جدا من النقاد، ضمن الدكتور جابر عطفور وعز الدين إسماعيل وأشتال عثمان وهدى وصلي. الميزة عند صلاح فضل الحقيقة انه ما كانش ناقد ايديولوجي، يعني صح. كان حريص على مساله الاستقلال. بما ان حضرتك شاورت على فكره القيمه، خلينا نفتكر انه الدكتور صلاح فضل كان فاعل جدا في الفتره اللي اعقبت ثوره 30 يونيو وثوره يناير، في الفتره فتره التحول دي كان مستشار ثقافي للمجلس العسكري، ولعب دور في اللجان الدستوريه المختلفه التي تتالت، وواجه جماعة الإسلام السياسي وكشف عن استبدادها، ولعب بعد كده ودور مهم جدا مع الأزهر الشريف في إصدار ما سمي بوثيقة الأزهر، اللي كانت الحقيقة وثيقة بتشمل مجموعة من المرور المهمة جدا اللي بتأكد مدنية الدولة. وبالتالي صلاح فضل واحدة من الأدوار المهمة اللي لعبها
انه تجاوز بتاثيره حدود النقد الجامعي وامتد هذا التاثير الى الجمهور العام، لانه كان بيكتب في صحف كبيره زي الاهرام والحياه ومجله المصور. في كل هذه الصحف حاول طول الوقت انه يبشر بمواهب، انه يكون اداه مهمه جدا لمساعده الناس على فرز القيمه. من ناحيه تانية كان طول الوقت بيلعب ادوار عربيه واسعه جدا بحكم اعتزاز الجامعات العربيه والمؤسسات الثقافيه العربيه بقيمته، وبالتالي كان محكم في اغلب هذه الجوائز. كان بيحدث احيانا الناس تختلف معاه في تقييمه لبعض الامور، لكنه كان الحقيقه بيستوعب هذا الاختلاف في تسامح كبير. طيب يمكن انا لما بدات الحديث معاك يا استاذ سيد معايا على التليفون ولا ايوه بسمعك، فكنت طبعاً بقول كان حريا بينا ان احنا لازم نرجع لك. ليه قلت حريا بينا ان احنا؟ مش عشان بس بحبك يعني، لكن لانه انا اعلم جيدا حجم اهتمامك بالتفكير ما بين قوسين، والفكر والفلسفه، ولانه اظن الدكتور صلاح فضل هنا لو استخدمنا المصطلح بتاعك هو اظنه آخر نجوم المفكرين أو آخر المفكرين النجوم. كان ليك مقال كده في الشروق على مسألة النجومية. أيوة صحيح، أشكرك جدا يا أستاذ يوسف مرة أخرى لأنك يعني بتشير إلى تقدير كنت تحمله ليا. لكن كمان خليني أقول لك أنه فعلا أنا يعني كتبت النهاردة بعد وفاة الدكتور صلاح مقال سريع وأكدت على الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي، أنه ده آخر النقاط زاوية التأثير الواسع، التأثير اللي بيتجاوز حدود التخصص علشان يكون مؤثر فيما يسمى بالمجال العام ويشتبك مع قضايا مهمة. وأهم هذه القضايا يعني الكلام عن وثيقة الأزهر للحقوق المدنية. احنا دلوقتي بعد حوالي 8 سنوات من هذه المسألة بننظر لها يعني وكأنها بعيدة شوية، لكن لما كان في جهد كبير جدا لبناء توافق حول بنود الوثيقة دي، مسألة كانت صعبة جدا، كانت محتاجة رمانة ميزان لأنه بتقوم على التفاوض أولا مع أطراف وطائرات مختلفة، وكل عملية تفاوضية دايما بتحتاج إلى شخص يكون محل إجماع وتقدير من أطراف مختلفة. والدكتور صلاح فضل الحقيقة حتى الأشخاص المختلفين معاه، لأنه دي الاختلاف مسألة طبيعية صحيح وإيجابية، ما أهم حاجة في الاختلاف أنك ما تلغيش القيمة، يعني أكد على الاختلاف وعزز موقفك، لكن تخليك دايما فاكر أن أنت لما بتختلف مع قيمة أنت كمان بتكون قيمة كبيرة. ده هيخليني هستأذنك أن أنا أحب جدا أن احنا نكسر قالب متعارف عليه، ألا وهو أن التوك شوز لا تتحدث إلا عن مواضيع هي الأكثر سخونة دائما على الساحة. أنا عايز تجلنا حتى وإن كان حديثنا قصير يعني ما بيتعداش العشرين دقيقة في الفقرة، نتكلم على الفلسفة أو نجومية الفلاسفة في المجتمعات العربية وبالذات عندنا في مصر. هيبدو العنوان تقيل ومكلكع، بس أظن أنه جزء من أدوارنا في النوع ده من البرامج مش أن احنا بس نتحدث عما هو ساخن، ولكن نتحدث عما هو مهم وعميق. أتمنى أن وقتك يسمح ذلك في ظل الانشغال الدائم بالتفكير وبالكتابة وما إلى ذلك. إيه رأيك؟ أنا يسعدني جدا يا أستاذ يوسف، وأنت عارف كويس أوي أن عندنا أسباب كتير جدا ما تخلينيش أتأخر عن دعوتك. يا رب يخليك يا رب، لدينا الكثير من المشتركات على رأيك. أشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ سيد محمود، وأستأذنكم نروح لفاصل وهنرجع بعد. عندنا تقرير ولا فاصل يا أولاد؟ تقرير وفاصل مع بعض؟ هناخد الفاصل الأول وبعدين هنرجع نكمل الكلام. السنة دي مارسل الأهرام في أكتر من 79 دولة. أنا بتكلم يعني مع الناس اللي موجودة، في ناس جاية مخصوص للماراثون وتقعد أجازة صغيرة وتسافر تاني، في ناس أجانب موجودين في مصر، لكن تقريبا 4000 مشارك مع الجو الجميل ده، مع البانوراميك والمنظر الأهرام الكبير. أكيد الرياضة بتعمل حاجة اسمها سيتي ماركتينج أو تسويق للمدن وتسويق للدول بشكل مباشر. الحقيقة دعم كبير من القيادة السياسية، العمل
الدؤوب اللي موجود مننا من وزارة الشباب والرياضة، ملفات مختلفة، كل ملف ليه رؤية مع ناشونال سبورت استراتيجي أو الاستراتيجية الوطنية للرياضة المصرية. احنا الحقيقة كمنظمين أصلا ممارسين لرياضات التحمل والجري بشكل خاص، وفكرنا ان ده احسن مكان نحب نجري فيه بجنب الاهرامات، ومكان رائع وتنظيم وشوارع ممهده، مكان هايل. ايفنت نقله كبيره الحمد لله، 4000 متسابق النهارده من 79 دوله، من الاجانب من المقيمين في مصر ومن خارج مصر. فيعني احنا مبسوطين ان اليوم مشي كويس، فخورين ان الناس كلها عندها ثقه في مسابقاتنا بالشكل ده، واتمنى ان احنا نكرره كل سنه في نفس الميعاد. ده اول ماراثون بيراميدز اعمله، بس عملت قبل كده ماراثونز مختلفه جوه مصر وبره مصر. الحاجه المختلفه هنا ان انت عندك هرم، بلس ان انت عامل اورجانيزيشن النهارده زي بره ويمكن احسن. انا بالنسبه لي حاجه جديده ان احنا نعمل حاجه رياضيه، نقرب من الرياضه شويه بسبب طبيعه شغلنا وحياتنا عموما، ما بقاش ناس كتير بتتعامل الرياضه. فرصه حلوه طبعا وسط الاهرامات، وحاجه جديده وتجربه جديده بجد. انا اول واحد في مصر بيجري بالطرف الصناعي، واول مصري وعربي افريقي قطع مسافه 100 كيلومتر بطرف صناعي. دايما بكون يعني عندي تحفيز جامد ان انا اكون مشارك في حدث دولي زي ده في اكتر من 60 دوله. دي مش اول ماراثون ليا، ده تاني ماراثون بيراميدز ليا، وبروح ماراثونز كتير قوي. بعتقد ان دي حاجه تحفه، لان احنا بتجمع ناس من حوالي العالم وبسنين مختلفه جدا، اعمار مختلفه، كل واحد بيتعلم حاجه حلوه منها، بتطلع طاقه غير طبيعيه، وان هي جنب الهرم دي حاجه مصر بس اللي تقدر توفرها. بس ده كان تحفه السنه دي، كل سنه بيغيروا في الروت وفي الطريق بتاع الجري، كل سنه فعلا بيكون في سبورت اكتر. اتمنى يعني يفضل بعد السنه الرابعه دي مرات كتيره. احسن حاجه شفتها ان عدد الناس اللي بتجري زاد، وده انشر ثقافه الجري في مصر، دي حاجه تحفه. اكسبيرينس تحفه، اول مره اجربها كنت مش فاهمه هعمل ايه ويا جماعه ده وكده، بس هو بجد حلو قوي ان الناس كمان بتقعد تشجعنا، اللي هو يلا يا جماعه فاضل كيلو واجروا وكملوا وكده، فهي فايبس حلوه قوي، وان بجد كل الناس من كل العالم موجوده هنا في مصر، فهي حاجه فخوره قوي بيها ان انا ببلدي حاجه بتحصل كده. دي رابع سنه اشترك فيها، اول سنه شاركت في ال 42 كيلو، كانت اول سنه تتلعب في الهرم، وتاني سنه شاركت في الخمسه، واللي بعدها برضه في الخمسه، والنهارده هتشارك في الخمسه كيلو برضه. السنه اللي خدت اول واللي قبلها اول، فيا رب النهارده ان شاء الله اخد اول. الريس هنا ممتاز جدا، السين حلوه جدا، الجو كان شمس شويه النهارده عكس كل يوم يعني، بس اوفرول الجو حماسي والدنيا كويسه جدا يعني، ممتاز الصراحه. انا اول مره اشارك في البيراميدز هاف ماراثون، بس نفسي اشارك فيه من 2019. جريت مره هنا بس في 2018 وكانت حلوه جدا، فجايه مبسوطه قوي ان انا اجري جنب الاهرامات، يعني بقالي كتير نفسي اجري جنبيها. شاركت النهارده في ماراثون بيراميدز في مسافه 5 كيلو، والحمد لله حصلت على المركز الاول. ما شاء الله التنظيم النهارده احسن من رائع، 4000 مشارك في ثلاث مسافات مختلفه من 79 دوله، فنتمنى ان شاء الله، ودي رابع نسخه ليهم للماراثون، ان شاء الله نتمنى السنه الجايه يبقى احسن واحسن. تنظيم كويس جدا، كتنظيم كل حاجه، عطيك موتيفيشن تحفيز، وبصراحه حاجه كويسه جدا، ومش اخر مره اجي هنا. اهلا بيكم معانا ونكمل مع بعض بقى الكلام. شوف، احيانا كتير تحصل، احيانا تحصل ازمات في الادويه، بعض الانواع ممكن ما تبقاش متوفره. طيب، وفي احيانا اخرى بتبقى انت عايز دواء بعينه لاي سبب من الاسباب، ويكون مثلا الدواء ده مستورد من ماركه معينه نادرا لما بتيجي مثلا مصر. فحضرتك بتروح عامل ايه؟ بتروح داخل على صفحات الفيسبوك، معرفش ليه، وتبدا تدور، فتلاقي واحد مثلا يقول لك ايه، انا عندي الدواء ده مش عارف ايه بكذا. السؤال بقى، هو حضرتك متاكد ان الدواء اللي انت هتشتريه ده دواء بجد مش مغشوش؟ متاكد يعني؟ انت ايش عرفك ان الدواء ده الاصلي؟ هتقولي اصل العلبه اصليه، او انت حضرتك تعرف العلبه الاصليه؟ يعني متاكد انك تقدر تفرق ما بين الدواء الحقيقي اللي واخد موافقات واللي داخل، وبالمناسبه اللي داخل بشكل شق، اصل ممكن يبقى الدواء سليم وزي الفل بس هو عدى مده الصلاحيه بتاعته ومطبوع عليه مدة جديدة، وانت بتشتريه من على مكان ما، ما هوش المكان الطبيعي اللي شرى الدواء اللي هو الصيدلية بمنتهى البساطة. خلونا ناخد معانا او داخل الاستوديو ينورنا ويشرفنا دكتور علي عبد الله، رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، منورنا. ازي الحال؟ كله تمام والله، كله تمام. ايه حكاية الدواء اللي بيتباع على فيسبوك ويتباع على انستجرام وبتاع؟ انا اعرف الدواء يعني اروح الصيدلية،
صح ولا ايه؟ صح طبعا طبعا صح. الدواء استاذ يوسف يمكن انا دايما اقول انه ايه، مهنه تمارس وليست سلعه تباع. يعني حتى فيما يعرف بالتطبيب الالكتروني برضه خطا، لان انا كطبيب في عيادتي مثلا ويجيني مريض هكشف عليه، ببص في عينه، ببص في لون بشرته، من خلال الرؤيه دي ممكن اشخص صح. كذلك الدواء هو بيصرف في الصيدليه، يجب انه، وبرضو الخطا اللي احنا بنخطئه ان احنا بنعتبر انه كيس الدواء زي كيس الطماطم هاخده وامشي، لا، فيه آداب وأصول لصرف الدواء. الروشتة لازم تراجع مرة وتانية وتالتة، لأنه الطبيب إنسان بني آدم طبعا. ممكن يكفيه أو أنه يركز في طريقة التشخيص، أما الدواء فعلم آخر لابد أن طبعا. يكون له رجالاته. يعني ده ما ينفعش بقصة إيه أن الكفاءة في سرعة صرف الدواء، لا، الكفاءة في كيفية قراءة هذه الأدوية بشكل دقيق، وإن ما يكونش، وهل الدواء ده يناسب هذه الشخصية اللي أمامي ولا لأ، عمرا وجنسا ومرضا، وهذه الأدوية ديت هل هو عنده تاريخا أدوية أخرى ممكن تتعارض مع هذا الدواء، هل في عاداته الغذائية. يعني أنا كان ليا مقال عن بس دي أو ده دور الطبيب الصيدلاني ولا دور الطبيب البشري الذي يناظر ويكشف ويشخص فيكتب الوصفة الطبية؟ الطبيب مثقل بعلوم ومطلوب منه أنه يشخص ويدقق في العيادة اللي قدامه، لكن لا يستطيع بين الجمع بين علمين، وبالتالي لابد أن يكون هناك صيدلي يراقب ويمتلك حق الفيتو على الروجيتا. بل انه من الظلم للاطباء انه احنا حملوا بعض الاخطاء في الروجيتا. يعني احيانا طبيب يكتب دواء تركيب مثلا المحلول ده 20%، فلو راح للصيدلي والصيدلي ركب، وده خطا في القانون برضه، الدواء ده 20% وخده المريض والمريض اذى، الصيدلي هنا هيقول انا نفذت التعليم، نفذت والمريض هيرجع للطبيب، مع ان الذنب في الاصل هو ذنب الصيدلي اللي عمل الدواء ده. ليه؟ لان الفارماكوبيا او العلم الدوائي اللي هو تعلمه يقول لا، ان التركيز في هذه الحاله لا يزيد على 1%. ويمكن اقول لك على واقع حصلت يعني بالفعل تاريخيا معايا شخصيا. وبالتالي هنا لا، انت هنا مراقب، انت هنا بتراجع ومسؤوليتك، فما ينفعش، لازم نخفف عن ده. حتى في سؤال دايما في الاعلام يقولوا ايه، هل من حق الصيدلي انه يصرف علاج بدون روجيتا؟ سؤال دايما يتكرر يعني، وانه الحقيقه السؤال لابد ان يسال بطريقه اخرى، هل من حق المريض ان يتخذ قرار بشراء دواء؟ الحقيقه لا، اصلا لا، ارجع للاصل. احنا بقى نقعد نتنازع ونقول لا الطبيب اللي هو الاكثر قدره والصيدلي هو الاكثر قدره، هي القصه مش كده، هي القصه الاصل في الدواء هو التحريم او القيد وليست الحريه الاباحه، وبسدتك، وان كون ان انا الصيدلي يسعده ويريحه ان كل علبه الدواء تصرف بروجيت، هنا مش معناها انه غير قادر على التقييم، لا، ده معناها انه بيديله المبرر القانوني انه يصرف ده او ما يصرفش ده، انما القصه هنا مش قدره، بالعكس هو اقدر في وصف الدواء ومراجعه الدواء، انما لابد ان يكون هناك مبرر قانوني يخليه ده يصرف روجيتا وده لا يصرف، ممكن يصرف بدون روجيتا. طيب انا استاذن هنروح فاصل ونرجع بعد الفاصل، يمكن في اكتر من فكره، جزء منها هي فكره الصيدليات بقت قليله جدا اللي ممكن يتعمل على ده الدواء التركيب، فيجي يقول لك بص الدواء ده هيبقى تركيب، فانت هتروح للصيدليه الفلانيه اللي في شارع مش عارف عدلي في وسط البلد. فالسؤال هو طب ليه مش صيدليات كتير؟ اتنين، هي بره الدكتور ما بيكتبش اسم دواء، بيكتب المادة الفعالة بتاعت الدواء اللي لازم ياخدها المريض وجرعاتها قد ايه، الصيدلي فبيروح مطلع الماركة اللي موجودة عنده أو الماركة المتوفرة أو أكتر من ماركة، هو بينظر في ذلك. أنا بقى ده علم الطبيب الصيدلاني داخل المكان الصيدلية اللي أنا بشتري منها دي. الحاجة التالتة برضو اللي عايز أفكر فيها مع حضرتك بصوت عالي، هل إحنا
او بالادق ايه اللي المفروض يتعمل علشان ما يبقاش في عندي بيع دوائي لا على الانترنت عمال على بطال ولا على شاشات التلفزيون ويجي لي بالتليفون لحد البيت برضه عمال على بطال. خلونا نروح لفاصل نرجع بعد كده للدكتور علي عبد الله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية. استنونا عشان الموضوع متعلق مش بس بصحتك هو بحياتك. استنونا. كل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور علي عبد الله رئيس الجمعيه المصريه للدراسات الدوائيه. نبدا بايه الاول؟ مش عارف. خليني هبدا الاول بمساله فكره قله الصيدليات اللي بتعمل لي الدواء التركيب. ليه؟ لانه خلال الاعوام الاخيره يعني المستوى الطبيب اللي هو كان بيكتب تركيبات هو نفسه قل مش موجود. ثقافه المريض النهارده لما نقول له انا استنى لما اعمل لك الدواء ده تلاقيه مستعجل سياسه التيك اواي وبسرعه. الحاجه بقى الفنيه كمان انه اسعار الكيميكالز كانت كتير يعني زادت قوي. يعني تلاقي مثلا الكيلو كذا الماده الفعاله الفلانيه غاليه قوي. عشان انت تعمل دواء في صيدليتك ينافس الدواء الجاهز ده في مشكله كبيره جدا. لكن يعني حصل معانا يعني شخصيا الاسبوع اللي فات ان انا في معملي كنت بعمل دواء معين ووقع على ايدي قطرات فصبغت ايدي كده. فقارنت بين اللي انا عملته وبين حاجه جاهزه في السوق يعني وللاسف غير مرقبه. لقيت انه شتين يعني حتى لو قلت لزميلي هناك جريمه بنرتكبها ان احنا بنبعدنا عن التركيبات وبنشتري هذا النوع من الحاجات الجاهزه. لكن انا اتوقع في الفتره القادمه في عوامل كتير قوي هتخلينا نعود على التركيبات دي على مستويين. المستوى الاول انه الصيدلانيات البنات بداوا يغووا حته التركيبات التجميليه اللي هي طب اديني بقى الشعره بتاعتك مواصفاتها ايه، انا هعمل كريم بقى او شامبو خالي من ماده كذا علشان ما يضعفش الشامبو بتاعك. وانا مشغل كمان يعني في صيدلانيه يعني اعرفها عامله شغل هايل جدا بتفصل الكريم او الشامبو على الحاله بتاعه الشعر وفروه الراس بالظبط كده. نجي بقى على التركيبات ده التركيبات التجميليه اللي بدات تنتشر بين الصيدلانيات البنات بالذات لانه طبعا هم اكثر يعني اهتماما بالسنس. على الجانب الاخر احنا لا ننكر ان احنا في ازمه عالميه طبعا وان هناك من الادويه الكثير اللي ايه بتختفي الفتره الحاليه. البديل الامثل ان انا المفروض بقى ان انا اركب الادويه ديت. الحاجه كمان اللي عايز اقول لستك ان في حاجه اسمها فريشلي بريبيرد، يعني في دواء ما ينفعش يقعد اسبوع، انا لازم اركبه النهارده احضره النهارده ويقعد شغله فعال هو لمده 7-8 ايام. 7-8 ايام بعد 7-8 لو هو موجود في الصيدليه جاهز لا انا اجزم انه فعاليته مش بالشكل المطلوب خاصه في التركيبات. فده بعض العوامل اللي هتعيد موضوع التركيبات الى يعني اصلها تاني. في عامل شويه رقابي لانه الزملاء المفتشين يعني ايه مش مستمتعين شويه بشغلهم، محتاجين مزيد من الامكانيات في وعشان يعني يخش الصيدليه ويراقب بنفس مفتوحه. فاحيانا يخش الصيدليه يفتش على التركيبات بيبقى مش بمزاج، فممكن يعلق بعض التعليقات اللي تخلي الصيادله بعض الصيادله يقول طب انا هريح دماغي يعني مش شغال تركيبات انا اوجع دماغي ليه طالما التركيبات الجاهزه ديت واخده الشكل القانوني. يبقى انا ما دخلش نفسي في ايه في متاهات الرقابه. لكن الحقيقه تجربتي الشخصيه المفتش لما يعيد التفتيش مره والثانيه وياخد الكونفيدنس اللي هذه الصيدليه بتاخد المعايير في التركيبات او ما يسمى اكيد حضرتك سمعت المصطلح ده قبل كده الفارماكوبيا زي الدستور بيسموه الدستور الادويه المصري او الامريكي او الانجليزي تمام.
ده بعد كده الامور بتمشي في اتجاه كويس يعني. طيب انا فاضل لي دقيقه بالظبط ونص عشان ابقى دقيق يعني، بس انا بالنسبه لي مساله فعلا مهمه. اعمل ايه علشان اصل وزاره الصحه هتفضل تفتش على القنوات وتحول دون المعلومه اللي بتاع ده الاعلانات الهكس اللي بتطلع، وهتفضل تفتش على صفحات الفيسبوك وهكذا. انا كمواطن لازم يبقى لي دور، اعمل ايه؟ شوف هو الحقيقه انت مظلوم كمواطن. الحقيقه مساله مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الدوله تضع سيستم، وهو في سيستم عليه معروف كده اسمه تتبع الدوائي. تتبع الدوائي يعني انا عندي مصنع صنعت النهارده 10 علب دواء برقمهم من 1 لـ10. مسلسل راحوا فين؟ بياخدوا مسار معين لحد ما تخرج في النهايه للمريض. انا كمراقب لو رحت الصيدليه ولقيت الدواء ده رقم 10 موجود، تبع السيستم انه اتباع ليوسف الحسين. طب ازاي؟ فسلسله لازم في الحاله دي بقى ايه؟ بنحارب حاجات كتير قوي. نعرف الدواء ده يا ترى صنع في مصر ولا برا مصر؟ دقيق ولا غير دقيق؟ لو خارج المنظومه بقى اتحصل ضرائبه ولا ما اتحصلش ضرائبه؟ الفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني والمشاكل اللي بتكلم عليها ديت كل ده، وممكن برضو السيستم معاها وزاره الصحه بالسيستم ده وزاره الصحه تبعت تقول ايه الدواء ده خرج من الخدمه، اتسحب، تغيرته المخدرات او الادويه المؤثره على النفسيه، ده صرف الاسكندريه ما ينفعش يصرف في القاهره. انا عارف شايف ان الوقت للاسف انما الموضوع نفسي اقتل الوقت واخده. المريض او المواطن يلتزم بما التزمت به الدوله، قلت لك ان الدواء يباع في الصيدليات، يبقى يباع في الصيدليات، لا عياده ولا مستشفى ولا تطبيق ولا في الشوارع ولا فيسبوك. لا يتباع في صيدليه المستشفى. ايوه طبعا مصرح. طبعا اكيد او يصرف في الغرفه اللي فيها المريض يعني بالشكل القانوني والسليم. بالشكل القانوني. دكتور علي احنا لينا اعداد كتير عشان انا محتاج افهم كتير، وحتى انا قلت شويه اسئله لسه ما خدناش عليها الاجابه، بس هعمل ايه؟ نفسي اخنق الوقت واخلص مش قادر. نورتنا وشرفتنا، كل الشكر ليك. كل الشكر لدكتور علي عبد الله رئيس الجمعيه المصريه للدراسات الدوائيه. لو كلنا العمر هنتقابل بكره ان شاء الله، وبرنامجكم التاسعه استنونا.